حفيظ وضيوفك الكرام، معي في هذه اللحظات الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق الاهلي والقائم باعمال مدير الكره. كابتن يوسف، بقول لك هارد لك على النتيجه، الاهلي كان احق بالفوز والانتصار من الشوط الاول، لكن تعادل في اللحظات الاخيره، تعليقك على النتيجه والمباراه بشكل عام. يعني طبعا بمسي على الكابتن سيد عبد الحفيظ وضيوفه طبعا في الاستوديو، ده اول مباراه طبعا كان هدفنا الثلاث نقاط. الشوط الاول انا شايف ان احنا كنا ممكن نستغل الفرص اللي جات لنا، لحت لنا اكتر من ثلاث اربع فرص كنا ممكن نسجل منهم، لكن ما كانش في توفيق. يعني طبيعي جدا وانت ضاغط على الفرقه ممكن يكون في بعض الثغرات، لكن انا عايز اخد من المباراه كلها مجملها ان احنا قدرنا نرجع في الدقائق الاخيره، يمكن في اخر دقيقه، ودي الحاجه اللي انا عايز اكد عليها، حاجه ايجابيه. روح الفنان الحمراء، ما زلنا ان احنا لسه في بدايه الموسم، البدايات دايما بتبقى صعبه، فرق كتير اتعادلت يمكن مباراه او مباراتين بس اللي انتهوا في الاسبوع الاول بنتيجه ايجابيه، لكن انا بقول ان الاسماعيلي فريق يعني يعتبر من الفرق الكبيره في الدوري، لكن احنا طبعا هدفنا الثلاث نقاط في اي مباراه. النهارده بيغيب عننا عناصر مؤثره وعناصر كبيره، لكن في نفس الوقت احنا قدرنا ندفع النهارده بشريف ونصر ماهر في البدايات واسلام محارب في البدايات وهشام محمد في البدايات، عندنا اربع خمس عناصر غايبين عننا، محمد هاني ايضا في الباك رايت. فاللي انا عايز اقوله في ظل كل المعطيات والاصابات الموجوده وكبدايه دوري، لازم نحط المباراه خلاص ورا ظهرنا، نفكر في مباراه المصري اللي جايه يوم 7، لان احنا عندنا كل اربع ايام مباراه، فلابد ان احنا ناخد الايجابيات من كل مباراه، السلبيات طبعا اكيد هندرسها وهنشتغل عليها الثلاث اربع ايام حتى لو بشكل تعليمات وشكل نظري، لان انت عارف كثافه المباراه عليها. صادفكوا سوء حظ بدايه في الشوط الاول؟ نعم. صادفكوا سوء حظ وهدف كمان احرز ولم يحتسب؟ انا شايف طبعا الهدف اللي احنا جبناه احنا شفناه على التسجيل عندنا بين الشوطين، ما فيهوش اي حاجه، لكن طبعا انا بحترم وجهات نظر الحكام، لكن برضو لازم يتحرر ان في تعب بيحصل وفي مجهود بيتبذل. انا شايف الراجل طلع سليف، طلع عادي خالص، والكره سقطت الراجل حطها، لكن انا عايز اقول الدوري السنه دي دوري صعب، ولابد ان الحكام يكونوا يعني عندهم عايز اقول كمان يواجبوا الصوره ويواجبوا يعني عايز اقول ايه قوه الدوري، لازم برضو يبقى في يقظه عاليه جدا. زي ما قلت لك بين الشوطين مستر كارترون قال لازم نكمل ضغط هجومي على الفريق، ان شاء الله هنجيب، لان احنا وصلنا الشوط الاولاني بشكل مميز الثلاث اربع فرص اللي كانوا، لكن انا في النهايه بقول كبدايه يعني انا كنت اتمنى نطلع بالثلاث نقاط، لكن هي دي كره القدم، لابد ان احنا نحترم كل التوقعات، نحترم كل اللي بيطلع منها، وفي نفس النهايه وفي نفس الموضوع انا لازم ان احنا نركز في المباراه اللي جايه ان شاء الله. حضرت ناصر ماهر وكان مفاجاه للكل بدايته لهذه المباراه، وكان ظاهر بشكل جيد في الشوط الاول يا كابتن يوسف. يعني ناصر وعندك شريف وعندك اسلام وعندك اكرم توفيق، الناس بتتكلم على صفقات والنادي الاهلي ما جابش صفقات، احنا عندنا عناصر ان شاء الله تاخد فرص وهتتواجد، من جانب طبعا العناصر المميزه بتاعتنا الخبرات الكبيره، تيم النادي الاهلي متكامل ان شاء الله. وفي نفس الوقت كمان النهارده لما زي ما انت قلت لما بتشوف ناصر ماهر يمكن ماتشين افريقيا مش متواجد لسه، لكن النهارده اداؤه في 45 دقيقه الاولى انا شايف انه اداء مميز جدا، قدر ان هو يوصل اكتر من كره لازار ويوصله جون، وكل طبعا المجموعه اشتغلت بشكل كويس، لكن انا بقول على ناصر لانه بقاله فتره كان بعيد عن النادي ورجع لمكانه ورجع لبيته، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى كله متواجد، وفي النهايه احنا التيم هو المستفيد. اخر سؤال، طمني بس على حاله وليد سليمان. وليد امبارح في التدريب طبعا الخفيف جاله يعني كوره كده كدمه مع سعد سمير، و يعني كنا املنا ان هو يتم شفائه ويحاول ان هو يتعالج في ال 24 ساعه دول على اساس ان هو يبقى متواجد النهارده، لكن صعب يعني لقينا انه في صعوبه، بالاضافه طبعا مستر كارترون ما رضاش ان هو يغامر، لان احنا عندنا بقول لك كل اربع ايام مباراه، فانا ما عندوش استعداد انه يلعب لاعب وبعدين يخسره المباريات، يعني ممكن اكسب اللاعب مباراه لكن ممكن اخسره اربع خمس مباريات، وبالتالي تم عمل يعني انتقاله ان هو يعمل اشاعه ودخل بداله على طول، احنا كنا 19 فخلاص يعني بخروج وليد سليمان واشتغلنا بعد كده.
الاتحاد الافريقي ممكن تعلن المكانين المتبقيين دلوقتي ولا خلال الساعات القادمه يا كابتن يوسف؟ ان شاء الله الساعات القادمه ان شاء الله هنقعد مع مستر كارترون وان شاء الله نشوف قراره ايه، وان شاء الله احنا عندنا لغايه يوم 4 اغسطس القايمه، وحتى القايمه بتاعه البطوله العربيه برضو ايضا اتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى موفقين فيها. يا كابتن يوسف وهارد لك واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. احسن ان شاء الله، ودايما البدايات خلي بالك البدايات في ظل طبعا عدم تواجد عناصر كتير النهارده الحمد لله. شكرا جزيلا. اذا انتقى لقاء مهم جدا خاص وحصري مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره، تعليقه على نتيجه المباراه والاحداث وما هو قادم بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عوده من جديد الى الاستوديو، اليك الكلمه كابتن سيد عبد الحفيظ.